هناك عدة أشكال للمقاومة حاليا في الدول الغربية. يعني هنالك حالة موجودة في جنين يصلح أن يطلق عليها حالة عسكر، بمعنى أن هناك تنظيم عسكري كتيبة جنين واضح المعالم، له قيادة هرمية وله بنية تنظيمية، وأيضا هناك حاضنة ودعم لوجستي من جهات كالجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة وأطراف يهمها استمرار هذا النفس. هناك حالة أخرى كحالة عرين الأسود شبيهة إلى حد ما بكتيبة جنين، لكن على ما يبدو بأن هذه الحالة قد تم محاصرتها إلى حد كبير باغتيال قياداتها وملاحقة أفرادها، ونشهد نوع من أنواع الاختفاء عن الساحة، قد يكون لإعادة ترتيب، نحن لا نعرف، قد يكون لإعادة ترتيب الصفوف، وقد يكون فعلا قد نجحت الضربات الأمنية في إضعاف هذه التشكيلة الموجودة على الأرض. طبعا أستشهد بأن فترة طويلة عرين الأسود لم يخرج عنها بيانات امتدت أحيانا إلى شهر ونصف، وهذا يدل على وجود شيء ما في نحن لا نعرفه. هناك حالة أخرى أيضا على غرار الحالة التي حصلت في عيلي، في مستوطنة عيلي، عملية عيلي تنبئنا عن خلايا عسكرية غير مرتبطة بتشكيلات عسكرية معلن عنها، عبارة عن خلايا سرية لا تظهر للعلن، تظهر فقط في حالة التنفيذ، وأفرادها أشبه ما يكون بأنهم استشهاديين أو فدائيين، لأنهم يمارسون نوع من العمل العسكري أشبه من عمليات الاستشهادية، اقتحامات ومحاولة إيقاع خسائر العدو. وعلى ما يبدو التكتيك الذي يستخدمونه هو تكتيك هجومي على نمط الاستشهاديين. إذا هناك عدة حالات، لذلك عندما نحاول التقييم من الصعب أن نضع الأمر كله في سلة واحدة، وقد يكون هناك ضعف في حالة وقد يكون توجه إلى حالة أخرى. ما يهم الإطار العام المهم لدينا بأن حالة المقاومة التي انطلقت منذ أكثر من سنة أو الموجة الأخيرة التي حاولت إسرائيل إخمادها بعملية كسر الأمواج التي انطلقت في مايو 2022، حتى الآن يبدو لنا كمراقبين بأن هذه الحالة ما زالت موجودة وتتصاعد بشكل بطيء ولكن ثابت، وتنتشر وإن كان بشكل بطيء، لكن نجد بأن هناك انتشار لمساحات جديدة، مخيم نور شمس، طول كرم، عقبة جبر، نسمع عن كتيبة الفارعة، كتيبة مخيم فارعة، كتيبة الجلزو، بعضها ينجح وبعضها يفشل، بعضها يكون فقط تواجد إعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن القصد بأن الحالة حتى الآن، حالة المقاومة، لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، وهذا ما أسقط في يد الإسرائيليين، لأنهم كانوا يتوقعون أن يتم القضاء على هذه الحالة بشكل سريع. وعلى ما يبدو في التقديرات الأمنية، نحن نستشف ذلك من الإعلام الإسرائيلي، بأن كان هنالك تصور بأن خلال 6 أشهر سيتم القضاء على هذه الظاهرة، لكن حتى اليوم ما زالت الظاهرة موجودة، لا نعرف إلى أين ستذهب، لكنها موجودة.